باش نطرح معاكم موضوع في غاية الأهمية، ركزوا معايا باش نفهموا فيش قاعدين نحكيه. نخمم بيني وبين روحي، قلت أمه أحسن من لعبي موجود في القارة الإفريقية ويلعب في متوسط ميدان دفاعي. إذا كان باش ناخذ المنتخب الوطني التونسي أبرز لاعب يلعب متوسط ميدان دفاعي بالنسبة لي، أنا باش ناخذ إكزومبل هو إلياس الصخيري. إذا كان باش نحكي على المنتخب المغربي، باش ناخذ سفيان المرابط أحسن متوسط ميدان دفاعي موجود في المغرب. إذا كان باش نحكي على المنتخب الجزائري، باش نختار إسماعيل بن ناصر أحسن متوسط ميدان، مش باش نقول متوسط ميدان دفاعي، متوسط ميدان موجود في المنتخب الجزائري. إذا كان باش نحكي على المنتخب المصري، بصراحة كيف نشوف المستوى في أوروبا ونشوف الروندمون اللي قاعدين يقدموا فيه الملاعبية اليوم، ما نجمش نكومباري حتى ملاعبي ينتمي للمنتخب المصري بالثلاثة ملاعبية اللي كنت تحدث عليهم، سواء في المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. هات نحكيو على أرقام الصخيري اللي تكلمت عليها في برشا مرات. قلت راهو الصخيري في البطولة الألمانية لعب 118 مقابلة، مسجل 17 هدف وعاطي 8 اسيست. نتعداو الأرقام إسماعيل بن ناصر، مكور 117 مقابلة، مسجل فيهم 5 أهداف وعاطي 8 اسيست. باش نتعداو لسفيان المرابط، لاعب 117 مقابلة، مسجل 2 أهداف وعاطي 3 أسيست. ريت لما نقارن ما بين الثلاثة ملاعبية على مستوى الأرقام، نلقى أكثر ملاعبي إفيكاس فيهم من حيث التمريرات ومن حيث تسجيل الأهداف، لهنا نحكي على إلياس الصخير. نجي توا نقارن في القيمة التسويقية، نلقى إسماعيل بن ناصر يتصدر المرتبة الأولانية ب 40 مليون أورو، نلقى سفيان المرابط في المركز الثاني ب 30 مليون اورو، ونلقى الياس الصخيري في المركز الثالث ب 13 مليون اورو. ريت لهنا انا شخصيا ما نفهم حد شيء. مثال، انا عطيتكم ارقام، انا عطيتكم ارقام تاع ثلاثه ملاعبين، قلت لكم راه الملاعبي الفلاني مسجل كذا، عاطي اسيست كذا، لاعب قديش من مقابله. معنا تقريبا اذا كان باش نحكيو عن النومبر نتاع الماتش ويت، خلينا نقولوا راهو متقارب 148 117 و118، ما فماش ملاعبي فيه يتلاخر. اذا كان باش نحكيو من حيث تسجيل الاهداف، باش نلقى صخيري متفوق عليها. كيفاش القيمه التسويقيه نتاع الملاعبي اقل واحد فيهم؟ لهنا راه مانيش قاعد ننقص من الملاعبيه. راه اذا كان باش نحكي لك على مرابط، كان قدم موسم ممتاز جدا، خاصه المونديال اللي عامله مع المروك، مونديال خرافي. اذا كان باش نحكي لك على اسماعيل بن ناصر، في الموسم هذا عاود اكتشف نفسه بعد ما ظلموه في وقت من الاوقات ولعبوه بيفو سونتينيل، واللي هو راهو البوست هذيك راهو ما ينجمش يلعبها، راهو سواء مع المنتخب الجزائري والا مع ميلان. لا مقارنه ما بين السنه الفارته اللي كان فيها اداؤه متوسط والسنه هذه اللي كان فيها اداؤه جيد. نجيو توا للاعب الثالث مرابط. ايش باش نقول لك؟ مرابط اكثر منه دفاعيا، عنده الاجريسيفيتي، يفك يقطع الكرات، يتحرك برشا في الميليو تيرا، يقطع الكيلومترات، ما شاء الله عليه. اما توا باش نقارن على مستوى الهجوم، نقول لك ملاعبي معناه يلعب ميليو ديفونسيف ويطلع ويعاون ويسجل اهداف، باش نلقى هذه البوان فيبل فيه. باش نواصلوا الكلام نتاعنا ونقول لك شنو هو اقوى نقطه قوه في اسماعيل بن ناصر، تقول لي راهو ملاعبي قريب برشا للكاج، ملاعبي يعطيك الحلول، ملاعبي عنده ترانزيسيون، وخاصه من ناحيه الصعود بالكره وانه يعطي الباس الاخرى. خلينا نقولوا الملاعبي ما شاء الله عليه، معناها ملاعبي رولير، هذه البوان فور نتاعو. تقول لي البوان فيبل نتاعو، نقول لك راهو الملاعبي على مستوى انه باش يقف في وسط الميدان، يكون متوسط ميدان دفاعي، راهي هذه البوان فيبل نتاعو. نجيو توا للصخيري باش نقارنهولك بالزوز ملاعبيه من حيث الهجوم ومن حيث الدفاع. راني نلقى الملاعبي متوسط ميدان دفاعي، خليني نقول لك عصري، على مستوى قطع الكرات، على مستوى قطع الكيلومترات اللي تحصل على احسن ملاعبي يقطع الكيلومترات في الدوري الالماني. راني هنا مانيش قاعد نحابي فيه على خاطر ملاعبي تونسي، ليه؟ راني قاعد نحكي على ارقام، قاعد نقارن فيهم بارقامهم من غير محابيت ومن غير مزيدات ومن غير حتى شيء. نكمل على طريقة اللعب نتاعو وعلى الترانزيسيون دو لابال وعلى وصوله للمناطق الهجوم، نقول لك راهو ملاعبي قاعد يعمل في الترانزيسيون. نقول لك راهو ملاعبي في التمركز في 16 متر و50 كان تمركز تقريبا اكثر من 6 مرات ويسجل 7 اهداف في الموسم هذا، معناه 17 هدف اللي مسجلهم في البطولة الألمانية الكل، راهو مسجل 7 منهم في الموسم هذا.
بالارقام هذه انا شخصيا خليني نزيد نعاود نقول لكم راني نتفاجئ كيفاش نلقى القيمه التسويقيه نتاعهم يكون اقل واحد. راني تحدثت على الارقام وتحدثت توا على طريقه اللعب نتاعو. لما نحكيو على ملاعبي متكامل، لما نحكيو على ملاعبي معناها هو اللي يعمل لك الترانزيسيون دو لابال في وسط الميدان، ولا خلينا نقولوا هو اللي يضغط في اكثر من كوره ويفك الكوره ومن بعد يختمها ويمركي هدف. لهنا راني بصراحه مع كل احتراماتي للزملاء لعبيه سواء اللاعب الجزائري واللاعب المغربي، راني ما نجمش نقارنهم على مستوى الاداء. سفيان مرابط راه قيمه ثابته وكوارجي وما شاء الله عليه، بالناصر راهو لاعبي عالمي وما شاء الله عليه، لكن ارقام سخيري تقول لك راهو القيمه التسويقيه نتاع اللاعبين في الوقت الحالي راهي ظالمه، راهي ما هيش صحيحه، راهي ما هيش صحيحه على جميع المستويات. هذه كانت مقارنه بالارقام. ماذا بينا نحبوا نسمعوا الراي نتاعكم في لي كومونتير، تفاعلوا معنا، ما هيش عركه، ما هيش شكون الخير. نعاود ونقول راني قاعد نحكي ارقام ونقول لك اليوم قيمة تسويقيه نتاع الملاعب الفلاني كانت نورمالمون تكون هكا، والملاعب الفلتاني نورمالمون راهو يكون هكا. شوفوا الوقفه نتاع الملاعب اللي كانت سليمه، وضعيه سليمه، يتمكن بكل برود الدم يسجل هدف، هدف يعتبر سهل للبعض، لكن التمركز نتاعه هو القوه. اللي يحضر الهدف هذا اللي هو لهنا، يعني مش نحكيو على كانه قاعدين نحكيو على مهاجم هداف، شوفوا السونتر، نشوفوا التمركز نتاعو اللي كان طليق، ما فماش محاصره، ما فماش شكون اللي لاصقه ومضيق عليه، معناها بجست تكنيك كما هذه يتمكن على الطاير يسجل هدف بطريقه تسجيل الهدف. خاصة نشوف حتى احتفال اللاعبين، معناها تحس اني بونتو طياره بلغتنا. لهنا زاد نفس الشيء، معناها نشوفوا مره اخرى تلعب الكرة، معناها لهنا باش تخرج الكره من صاحبه، بنشوفوا تمركز السخيري اللي هو كالعاده، يعني ديما نقول احنا اللاعب هذا يسرق روحه، يحاول يكون بعيد على الاكسيون، يحاول يكون بعيد ماهوش قاعد مشارك في الهجمه، معناها كي تشوف من برا تقول ماهوش داخل في الاكسيون، لكن شوفوا التمركز نتاعو، شوفوا الكره كيفاش باش تتعدى، تلقى الياس السخيري هو اللي شق في الدوزيام بوتو وهو اللي يسجل هدف. لهنا معناها هدف ضد البايرن، ما ادراك ما البايرن، معناها تخرج من الزون وتخلي المدافعين الكل لهين في الكرة وين باش تطيح، وتجي انت من الخلف وتسجل هدف بطريقة الاحتفال نتاعو. اللي يحضر الهدف هذا اللي زاد نوقف الصورة شوية لهنا، بالنسبة للاكسيون تاع الهدف هذا، ما يشوف الياس الصخيري التمركز نتاعو اللي اعطاه حل أول حاجة للمهاجم اللي كان ينجم يزيد يقرب شوية، معناها باس، لكن نشوفوا لهنا صاحبه اللي أناني شوية، معناها رجعت الكرة قدام الصخيري اللي بارتماء رأسية، ولهنا خلينا نقولوا معناها هذيك هي هذيك الحس التهديفي نتاع الملاعب، ما تفلسفش برشا، ما عملش كنترول، قعد براسه يحط الكره في الشبكه.